السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ميس عبير خطاب، والنهاردة إن شاء الله يا سنة رابعة. الفيديو ده خاص بالصف الرابع الابتدائي، هنحل مع بعض مشكلة الباراجراف. هنتكلم عن يونت 2، إزاي نكتب باراجراف يخص أي أنيمال. طبعا إحنا عارفين إن يونت 2 يا سنة رابعة كلها كانت بتتكلم عن الأنيمالز، الحيوانات. طيب أنا لما يجيني أي أنيمال يا ولاد أكتب عنه هعمل إيه؟ هجيب الانيمالز نيم، اسم الحيوان في اول جمله بس، وبعدين هقول الحيوان ده هاز، يعني عنده، واشوف ايه اللي عنده. خدنا بيك، منقار، بيج ايرز، لونج هورنز، فير، طبعا بيج ايرز اذان كبيره، لونج هورنز قرون طويله، فير فرو، فلات فيت اقدام مفلطحه، two wings جناحين، feathers ريش، eats يأكل. شوف الحيوان ده بيأكل ايه. خدنا حيوانات بتأكل grass عشب، meat لحم، small insects حشرات صغيرة، fish أسماك، plants نباتات. طيب كمان يا ولاد خدناه is الحيوان ده يكون، ممكن دي نبدأ بيها أول جملة. is big كبير، scary مخيف، huge ضخم، helpful متعاون، strong قوي، beautiful جميل. طيب كمان خدنا كلمة كان، يعني يستطيع، بيقدر يعمل ايه الحيوان ده. يستطيع fly يطير، swim يسبح، run يجري، walk يمشي، lives in the يعيش في، اسم الحيوان واقول بيعيش فين. desert صحراء، rivers الانهار، open areas المناطق الواسعة، zoo الحديقة. طب تعالوا يلا نكتب باراجراف مع بعض عن البوليكان. the pelican، يلا نشوف احنا ازاي هنستفيد من الحاجات اللي احنا قلناها. اول جملة هكتب فيها اسم الانيمال مرة واحدة بس، هقول the pelican. تكون is البجعة، نختار ايه مثلا من تكون ايه بقى، ناخد beautiful. the pelican is beautiful، البجعة جميلة. طيب نقول مثلا it، خلاص انا اول مرة كتبت اسم الانيمال، بعد كده هقول it. it has عندها ايه بقى، it has، اختار اي حاجة، ابيك عندها منقار، ممكن اقول it has two wings عندها جناحين، full stop. طيب it can تقدر تعمل ايه، it can بتعمل ايه البجعة في الحاجات دي، it can fly بتقدر تطير. طيب it eats، it eats بتأكل ايه، it eats، نختار ايه مثلا من هنا، small insects، او it eats small fish اسماك صغيرة، يبقى it eats small fish او it eats small insects. طيب it lives بتعيش فين، هقول مثلا عند الريفرز عشان هي بتاكل اسماك فبتعيش بالقرب من الريفرز. It lives near rivers. خلص كده الباراجراف بتاعي يا سنة رابعة، منتهى السهولة، باراجراف سهل جدا جدا. طب تعالوا نكتب عن حيوان تاني، نكتب مثلا عن ايه، عن الكامل. the camel الجمل، اول جملة هكتب كلمة the camel واشوف اوصفه بقى. is مثلا ممكن اختار big، is big كبير، او is strong، كان قايل في الكتاب ان الكامل strong، is strong animal حيوان قوي. طب وايه كمان، it has عنده ايه، عنده it has فين has اهي، it has flat feet
أقدام وفلطح، فلات، فيت. طيب إيه كمان ممكن أقول؟ it eats، بياكل إيه بقى الكاميل؟ it eats. بتاكل إيه يا جمالنا النهاردة أنت؟ it eats grass، بياكل عشب، and plants، ونباتات. طيب ممكن نقول it can، بيقدر يعمل ايه؟ it can مثلا walk، بيقدر يمشي. طيب it lives، it lives بيعيش، بيعيش فين بقى؟ it lives in the desert، الصحراء، ديزرت الصحراء. وبكده اكون كتبت باراجراف عن الكاميل سهل جدا يا سنة رابعة. يبقى انا بس هعرف عن كل حيوان هو يمتلك ايه وبياكل ايه وصفة تخصه ويستطيع يعمل ايه، يقدر يعمل ايه وبيعيش فين. بس ده اللي انا لو عرفت الحاجات دي اهو، هنقولهم مرة كمان عشان الصورة ما كانتش واضحة. نقول اسم الحيوان ده has، يعني عنده، بيمتلك، اشوف ايه الحاجات اللي عنده. eats بياكل، اشوف هو بياكل ايه. is يكون صفة، اوصفه بصفة. can يستطيع، بيقدر يعمل ايه، دايما كان يجي وراها فعل، فعل في المصدر. lives in the، بيعيش فين، اقول it lives in the، واقول هو بيعيش في desert، rivers، open areas، in the zoo، في الحديقة، اي حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم إن شاء الله، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تتابعوا معايا. باي باي.